يقول ابن خلدون: وأما أهل الأندلس فافترقوا في الأمصار عند تلاشي ملك العرب، ومن خلفهم من البربر فانتشروا في عدوة المغرب وإفريقية، وشاركوا أهل العمران بما لديهم من الصنائع، وتعلقوا بأذيالهم، فغلب خطهم على الخط الإفريقي وعفي عليه، ونسي خط القيروان والمهدية بنسيان عوائدهما وصنائعهما، وصارت خطوط إفريقية كلها على الرسم الأندلسي بتونس وما إليها. وتميز ملك الأندلس بالأمويين، فتميزوا بأحوالهم من الحضارة والصنائع والخطوط، وتميز خطهم الأندلسي كما هو معروف الرسم لهذا العهد. ونرى في نماذج المصاحف الأندلسية التي وصلت عبر السنين مدى التطور الجميل الذي اشتق من الخطوط الأموية، وقد سارت كلها على النهج العثماني في رسم المصاحف، وضبطت في البداية على طريقة أبي الأسود، ثم تآلفت مع بعض رموز الخليل بن أحمد ونقط نصر بن عاصم، وجعلت الفاء بنقطة من الأسفل، والقاف بنقطة من الأعلى، كما هي الحال في رسوم المغاربة. فاللون الأصفر مخصص للهمزات، وهي على هيئة نقطة مدورة، والحمرة للحركات، وقد وردت في بعض المواقع دالا مقلوبة. وأخذ أهل المدينة كما يروي الداني، وصورة التشديد على هذا المذهب يعني اختيار الدال علامة للشدة في المفتوح والمكسور والمضموم، وإلى هذا الوجه ذهب نقاط أهل المدينة ومن سلفهم ومن خلفهم، وعلى استعماله واتباع أهل المدينة فيه عامة أهل بلدنا قديما وحديثا، وهو الذي أختار به وأنقط. ثم يذكر الداني بأن النحويين اختاروا كلمة شديد علامة للشدة، واختار أهل المدينة آخر حرف من الكلمة وهي الدال. ومما يلاحظ في كتابة الأندلسيين والمغاربة نقط حروف الفاء والقاف والنون والياء في التطرف خلال القرون الأولى، إلا أنها قد خلت وتعرت فيما بعد من النقط في حالة التطرف. ويضع الأندلسيون والمغاربة النقطة الخضراء للوصل على الألف عند البدء بالفتح، وفي وسط الألف عند البدء بالضم، وتحت الألف عند البدء بالكسر، وذلك ما امتازت به المصاحف الأندلسية والمغربية. اعتنى الأندلسيون والمغاربة باستعمال الزخارف المذهبة والملونة في مصاحفهم، ومعظمها تبدأ بمربعين متقابلين بزخارف هندسية تتداخل فيها الزخارف النباتية التي لا فراغ فيها، فالفنان المسلم يكره الفراغ ويعده من الشيطان، كما يوجد مثلهما أواخر المصحف، ورسمت فواصل الآيات بحليات الذهب، وكذلك الأخماس والأعشار من الآيات
في أشكال متباينة يحار المرء في روعتها ودقتها، ويبحر معها في صفاء ووجه، متأملا في آيات القرآن، مسبحا الله على ما من عليه من سلامة الذوق وارتقاء فوق كل كائن مخلوق. وفي الهوامش طرر مزخرفة متصلة بأسماء السور، وأخرى للأحزاب والسجدات وتجزئات رمضان، وهي تنبئ قارئ القرآن وحافظه، وتنبه إلى المكان الذي وصل إليه في قراءته. كما أفردت لاسم الفاتحة والبقرة وأوائل الأجزاء مستطيلات مزخرفة كتب بداخلها اسم السورة وعدد آياتها، أما بقية أسماء السور فقد كتبت بخط الكوفة المجرد من النقط وبلون الذهب، وكان ذلك حتى القرن العاشر الهجري. وجل المصاحف المغربية مكتوبة على الرق لمتانته ولصونها من التلف. لم يكن في المصاحف الأندلسية والمغربية على طول الزمن سوى خط واحد في خط نص القرآن، وهو الخط المبسوط الذي يتسم برزانة حروفه وقربها من خطوط المشارقة الأم. والفروق بين خطوط المصاحف الأندلسية والمغربية فروق تجويد واختلافات ضئيلة، وترجع الاختلافات في مدرسة واحدة إلى انعدام قواعد تضبط الخط المغربي، بالرغم من وجود حفاظ للقرآن في تلك البلاد. لقد حافظ الأندلسيون والمغاربة على مرسوم المصحف العثماني كما لقنوه وكما رأوه في المصحف الإمام مصحف عثمان، وحرصوا على ذلك أشد الحرص، ولما ارتضوا إدخال الشكل والحروف الزوائد رسموها بألوان مغايرة لحبر الكتابة، فخصت الفتحة والضمة والكسرة والحروف الزوائد بالحمرة، والسكون والشد والوقف بالأزرق، والصلة بالخضرة، والهمز بالصفرة. وامتازت المصاحف الأندلسية والمغربية عن المشرقية بالجرة المرسومة على ألف الوصل لتدل على الحركة السابقة، وبالنقطة الدالة على كيفية الابتداء بألف الوصل عند الوقف. واختصت مصاحفهم أيضا باتباع التنوين المتراكب منذ إرساء قواعد الرسم. تنوعت أشكال وأحجام المصاحف والصفحات التي خط عليها رسم القرآن العظيم عبر التاريخ، وهي في مجملها لا تتعدى عن ثلاثة أشكال: شكل مربع، وآخر مستطيل
بشكل أفقي وثالث مستطيل بشكل عمودي. ولقد وصلنا من النموذج الأول بعض صفحات نادرة الوجود، وتحتفظ بها مكتبة جامعة إسطنبول، وهي مما تركه أجدادنا من تراث الأندلس. وقد خط بمدينة بالنسيا سنة 78 و500 هجرية بخط محمد بن عبد الله بن علي بن غطوس المتوفى سنة 1600 للهجرة، وقد كتب بالخط الدقيق على الرق بمداد بني فاتح، كما وضع الخطاط إشارات الشد والجزم باللازورد، وإشارات التشكيل الأخرى بالأحمر، وخرج فيه عن قاعدة الأندلسيين والمغاربة، فنقط الهمزة بلون أحمر على طريقة المشارقة، وجعل أسماء السور وشارات التخميس والتعشير على الهامش وبالذهب الخالص. ابن غطوس هذا كان وحيد عصره في الأندلس وبمدينة بالنسيا، وقد كتب في الأندلس في حياته 1000 مصحف، وكان منقطعا لكتابة المصاحف لا يكتب غيرها، كما عاهد نفسه على ذلك. وأما الشكل الثاني الذي يميل للامتداد عرضا، وقد عرف عند المؤرخين والمشتغلين بالفن باسم المصحف السفيني، نسبة إلى السفينة لأن شكله قريب منها على ما يزعمون، وجاء وصفه في كتب تاريخ الفن بأنه ذو الفرمة الإيطالية. وقد تحدثنا في حلقة ماضية عن الرق، وقلنا بأن الفينيقيين كانوا أصحاب تجارة الرقوق، وهم الذين يقطعونها إلى مستطيلات ثم يتاجرون بها بسفنهم إلى إيطاليا. وقد جاءت تسمية الطليان لها بالسفينة نسبة إلى سفن الفينيقيين التي حملت لهم هذه البضاعة. وأما الشكل الثالث وهو المعروف بالفرمة الفرنسية، وقد أطلق عليه مؤرخو الفن اسم المصحف العمودي، والذي ما زال سائدا ومتبعا حتى اليوم. إن هذه التسميات التي أطلقها مؤرخو الفن على الشكل الخارجي للمصحف العظيم لا تحمل أي دلالة فنية، ولو عدنا إلى رحلة الشتاء والصيف ورأينا كيف حمل القرشيون رقوقهم من بلاد الشام لعرفنا السبب في اختيار أجدادنا للشكل المستطيل الذي يناسب حرفهم المحقق الرصين، ويناسب ما يريدونه من تعظيم كتاب الله بخط جليل واضح. فقد كره سيدنا عمر رضي الله عنه كتابة المصحف بخط المشق وقال: عظموا كتاب الله. وبانقضاء القرن الهجري 3 وظهور خط النسخ الشامي في المصاحف وهجران خط الكوفة الرصين وبدء الكتابة على الورق بدل الرق، ظهر المصحف بشكله العمودي
الذي يناسب الخط ويؤدي غرض الحفاظ بعد تقسيمه إلى أجزاء وأحزاب وأرباع وأعشار وأخماس.